انطلقت اليوم جلسة وزارية تشاورية في منطقة البحر الميت بالأردن بمشاركة 6 دول عربية لبحث أزمات المنطقة العربية والتطورات الإقليمية، خاصة الملف السوري. يشارك في الاجتماع وزراء خارجية المملكة والكويت والإمارات والبحرين ومصر بالإضافة للأردن. ومن المقرر أن يقوم هذا الاجتماع بتهيئة الأرضية للقمة العربية المزمع عقدها بتونس في مارس المقبل.